الموعد والعاشرة الإخبارية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية، ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمسي اجتماعا للحكومة، حيث استمع إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وكذا تنظيمها وسيرها من خلال وضع خارطة وطنية للمراقبة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. العرض تناول ثلاثة محاور تتعلق بالمخطط متعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة. وبعد العرض، لح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة والمعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات العمومية. الحكومة استمعت أيضا إلى عرض قدمه وزير الصناعات الصيدلانية حول مسار إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 في الجزائر من طرف المجمع العمومي صيدال، حيث تم التأكيد على حشد كل الوسائل لإنجاح هذا المشروع الذي من المتوقع أن يدخل الإنتاج خلال الأسابيع القادمة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمة الجامعية ضمن جهود تحسين ظروف التكفل بالطلبة. الوزير الأول طلب في هذا الإطار السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل المرضى لفائدة الأساتذة والطلبة والمستخدمين الإداريين. وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تقدم عمليات اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19 وسير حملة التلقيح، والتي تهدف إلى بلوغ 70% من السكان لضمان المناعة الجماعية. وبهذا الخصوص، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بأهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وذلك قبل الدخول المدرسي والجامعي. إلى ملف التعاون، وفي ختام زيارته إلى الجزائر، أكد وفد خبراء المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية النيجيري خلال استقبالهم من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة، أكدوا على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. زيارة الوفد النيجيري للجزائر كانت مثمرة، حيث تمكن من التعرف على التجربة الجزائرية والاستفادة منها في مختلف الميادين، إذ تم تسليط الضوء على جملة من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ضمن مقاربة جزائرية ترافع من أجل الأمن والسلم بإفريقيا. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمضان العمامرة، وخلال لقائه بالخبراء، أكد على ضرورة التحضير للاندماج والتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميثاق الاتحاد الإفريقي. تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنطلق اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهذا إلى غاية 15 سبتمبر الجاري تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذا ويولي سكان شباب ولاية إليزي أهمية بالغة للمشاركة القوية في الانتخابات المحلية القادمة من خلال التوعية والتحسيس بضرورة التسجيل ضمن القوائم الانتخابية أثناء المراجعة الاستثنائية. إبراهيم بالخير. وعي والتزام كبير لمسناه لدى فئة الشباب بولاية إليزه بضرورة الانخراط في الحياة السياسية، فالتسجيل ضمن القوائم الانتخابية والمشاركة القوية في الانتخابات المحلية بالنسبة إليهم هي السبيل الوحيد لإحداث التغيير. ندعو للشباب للتسجيل
بقوة في المراجعة الاستثنائية هذه الانتخابات من أجل الإدلاء بصوتهم، لأن هذه محطة هامة جد هامة. وكذلك أطلب من الشباب دول كفاءات والإطارات تبعنا من الشباب أنهم يرجعوا عالم الاستحقاقات الجاية وأن يترشحوا. ووعوا الناس اللي باغيين يسجلوا تجر نفوت عليهم في ديارهم في أي مكان، نوجهوهم ونقول لهم توجهوا لمكتب التسجيل في قوائم الانتخابات اللي تؤدي الواجب نتاعكم، هذا واجب وطني، ومن بعدين طالب بالحقوق نتاعك. شباب واعي ويمكن أن نراهن عليه في المرحلة القادمة، ينبغي أن نختار الأكفأ والأحسن، ينبغي أن نرسخ هذه الثقافة. إدماج الكفاءات الشابة في التسيير انطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية من مضامين الدستور الجديد، والذي يضمن للمواطن أيضا حق الانتخاب لاختيار من يراه مناسبا لتمثيله في المجالس المحلية بين البلدية والولائية. الانتخابات هذه ينتظر منها استكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، وبالتالي اليوم لازم احنا خيروا بناء على الكفاءة والمبتعد نوعا ما على الشعبوية في الخيار. وخاصة عندنا جماعة جامعيين، جماعة اللي لاباس بهم يقدروا يشدوا المسؤولية، يتكفلونا بالبلدية، يتكفلونا بالمجلس الولائي، ماذا بينا روحوا بقوة يسجلوا أنفسهم. الناس اللي مش مسجلة ماذا بينا تروح تسجل روحها. كانوا جزائر جديدة، ماذا بينا الشباب هادو ماذا بينا يبانوا في الميدان. والمضي قدمهم في بناء الجزائر التي يطمح إليها كل الجزائريين، والتي تغلق الأبواب على كل الأفواه المتربصة بالوطن، التي تسعى إلى خلق الفوضى والبلبلة، وإن شاء الله سنكون لهم بالمرصاد. تنمية المناطق النائية والحدودية بأقصى جنوب الوطن رهان يرفعه المواطن هنا بالمشاركة القوية في المواعيد الانتخابية القادمة، سعيا إلى الجزائر الجديدة. في الموضوع ذاته، أخذ شباب متطوع من جمعية شمس للتنوع الثقافي والتراثي ببوسعادة، أخذوا على عاتقهم إحياء التراث القديم للمدينة من أجل تنمية محلية فعلية. لذا تعد الانتخابات المحلية المقبلة سانحة لتجسيد خياراتهم انطلاقا من التسجيل في القوائم الانتخابية. هشام سعدودية. بعد أشهر معدودة عاد شيء من الجمال القديم للحي العتيق الزقم ببسعادة بفضل جهود هؤلاء الشباب. هناك فرق ما بين المسيرة والمسار، ونحن كشباب متطوع مبادر اخترنا المسار، مسار التغيير، من خلال الانخراط في التنمية المحلية لمدينة بوسعادة، ومن خلال إعادة تشييد المدينة القديمة وصيانتها وترميمها. العمل التطوعي لأعضاء جمعية شمس أساس التنمية المحلية، والاستحقاق الانتخابي المقبل سانحة للنهوض بالتنمية المحلية أيضا. بادرنا بهذه العملية إيمانا بالتغيير، وإيمانا منا أن التغيير يأتي على يد سواعة شباب في مدينة بوسعادة أو في الجزائر عامة، مقبلين على استحقاق مهم جدا اللي هو الانتخابات المحلية. نحن كشباب مطالبين أو ملزمين بالمشاركة أو اقتحام القوائم. والبداية فعليا تكون بالإقبال على القوائم الانتخابية للتسجيل أولا. بصفتي كشاب أدعو جميع الشباب للمشاركة والتسجيل في القوائم الانتخابية هذه المرة بقوة. التغيير بالنسبة لهؤلاء الأنموذج خيار فقرار. هذا ويقوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم بزيارة لولاية الجزائر للاطلاع على ظروف انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لمحلية 27 من شهر نوفمبر القادم. تعلن وزارة التجارة أنه ابتداء من اليوم 5 سبتمبر 2021 تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتجاتهم مباشرة بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني. القرار هذا حسب وزارة التجارة يدخل في إطار المجهودات التي تقوم بها لترقية الصادرات لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة. الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح التي انطلقت أمس والتي تتزامن مع الدخول الاجتماعي شهدت إقبالا واسعا من قبل المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، والذين استحسنوا العملية التي سخرت لها فرق متنقلة للوصول إلى سكان المناطق البعيدة بالمداشر والقرى. العملية في يومها الأول مع كاتيا عبادة.
باللقاح تستمر الحياة، شعار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، شرقاً غرباً جنوباً وشمالاً، الكل معني لإنجاح هذه العملية التي تضمن الصحة العامة للمواطنين. فبوسط البلاد وفي ظروف جيدة وبتسخير كل الإمكانات، انطلقت هذه الحملة بتوافد ملحوظ للمواطنين. التلقيح هو الحل، ما عندنا حتى حل واحد آخر بغير التلقيح. هاي الدولة على كل حال وفرت لنا التلقيحات وراهم كاينين دوكا، لازم الناس تفهم باللي هذا هو الحل، ما كاش حل واحد اخر. ما دابينا الناس يديروا الفاكسيناسيون، الفاكسيناسيون مليحه الاولى والثانيه، ما بيبيلهمش هاك ما متحكموا شويه. اهل الاختصاص قالوا باللي ما كاش مشكل، هذا اللقاح نقدروا نديروه بكل امان وبكل نجاعه، وهكذا باش نحدوا من انتشار الفيروس. أما بغرب البلاد فقد عرفت العملية التجاوب نفسه من قبل المواطنين. جينا ندير الفاكس إن شاء الله باش يربي يرفد علينا إن شاء الله الوباء إن شاء الله كاع. إن شاء الله من الشعب الجزائري نديروا كاع الفاكس إن شاء الله. سي اون اوتر اوكازيون بور انفيتي لي جون باش يجوا يديروا التطعيم تاعهم. مرحبا بكم، اللي عنده شي سؤال هنايا، اللي عنده شي يحوس على كاش تفسير وتوضيحات، اون لا بور فو. المشهد نفسه بمختلف ولايات جنوب البلاد، إقبال ينم عن وعي أصبح أكثر من ضروري لمكافحة الوباء. درنا اللقاح هذا واللي باش نحمو نفسنا وباش نحمو عائلتنا وصحابنا وخاوتنا. أما في شرق البلاد فالحملات التحسيسية كان لها تفاعل إيجابي من طرف المواطنين بالتوجه إلى مراكز التلقيح. ومقتنع باللي الفاكسين هذا ضروري، لذا جيت ندير الحقنة الثانية اليوم. هذه الحملات ماهيش غريبة علينا، رانا دائما نكونوا في الواجهة ومع الشعب، خاصة في هذه الأيام العصيبة، احنا ماذا بينا نلحقوا المناعة الجماعية. وعلى مدار أيام تستمر هذه الحملة الوطنية لتلقيح أكبر عدد من المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل. وعن الوضعية الوبائية في البلاد بالأرقام، تم تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 285 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دولياً وفي الشأن الصحراوي، يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفيذ هجماته ضد معاقل ومواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي حسب البيان العسكري رقم 297 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في المشهد الأفغاني، أجلت طالبان الإعلان عن حكومتها التي تعهدت بأن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب الأفغاني في ظل احتدام المعارك بولاية بنشير التي استمرت أمس وسط أنباء متضاربة بين طرفي النزاع، فيما حذر البنتاغون من تطور نزاع إلى حرب أهلية في البلاد. وتزامنا وعودة حركة النقل محليا إلى مطار كابول، قالت طالبان أن القوات الأمريكية خربت 70% من أجهزة هذه المؤسسة الحيوية قبل مغادرتها للبلاد. في الرياضة، ارتفع رصيد الجزائر من الميداليات إلى 12 ميدالية في الألعاب البارالمبية المتواصلة بطوكيو بعد حصد فضيتين جديدتين، الأولى من نصيب البطل عبد الكريم كراي في سباق 1500 متر فئة T38 بعدما حقق توقيتا قدره 4 دقائق و4 ثوان و70 جزءا من المئة، في حين عادت الميدالية الفضية الثانية للبطل كمال قرجنة في اختصاص رمي الجلة F33 حيث حقق رمية قدرت ب11 مترا و34 سنتيمتر، وعليه أصبح في رصيد الجزائر 4 ذهبيات و4 فضيات و4 ميداليات برونزية. هذا ويعرف اليوم الأخير من دورة طوكيو مشاركة العداء الجزائري نصر الدين كرفاس في نهائي ماراثون T12 رجال، فحظ موفق لنصر الدين كرفاس ممثل الجزائر. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم بخير.